بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجهم واهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. لا يزال الحديث متصلا بما عقد له المصنف رحمه الله هذه الترجمة، باب التشديد في شهادة الزور، وفيها حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور، أو قال شهادة الزور، والحديثان بعد ذلك. وقلنا إن هذه الترجمة هي من جملة مسائل القضاء، وهي تتعلق بالشهادات. وهنا عقد الشيخ الكلام على شهادة الزور، وأنه أحيانا قد تضعف بعض النفوس فيتقدمون للقاضي بشهادة الزور من أجل أن ينفعوا أحدا أو يضروا آخر، نسأل الله السلامة، وهم ما ضروا إلا أنفسهم، بل ضروا أنفسهم وضروا غيرهم، لأنهم ضروا أنفسهم بهذا الكذب وهذه الكبيرة، وضروا غيرهم بأن من شهدوا له أكلوه حراما، ومن شهدوا عليه منعه حقه، وكل هذا نسأل الله سلامه كله إثم، سواء بمنع صاحب الحق حقه أو بإعطاء غير المستحق حق غيره. فكان الحديث عن الكبائر والصغائر وحد الكبيرة وعظم الكبائر، وقلنا إنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وتكلمنا عن هذا بما ناسب المقائم إن شاء الله. ثم تكلمنا أيضا عن الشرك بالله من حيث إنه أكبر الكبائر، وتكلمنا عن الشرك من حيث معناه وحقيقته، ومن حيث يعني أهمية أن يحذر العبد من الشرك ولو كان مسلما، لأن الله يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإنسان قد يقع في الشرك من حيث يعلم ولا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى من دبيب النمل، فالروايات من أخفى من نملة سوداء أو على صفات ملساء في ليلة ظلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطر هذا الأمر. وحينما تنبهنا إلى أنك حينما ترى وقوع بعض الناس في أخطاء، سواء من الحلف بغير الله أو في التعلق بالأضرحة والقبور والأولياء ونحو ذلك، مما أحيانا يصرفون فيه ما هو محض حق الله يصرفونه لغير الله، وهذا هو محض الشرك. لأننا قلنا إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وتكلمنا عن هذا بما يغني عن إعادته إن شاء الله. وقد تأتي مناسبة نتكلم بما يناسب أيضا مناسبتها. ثم قال: وقتل النفس، يعني من كبائر الذنوب قتل النفس، ولا شك أن نسأل الله السلامة الإقدام على قتل النفس بغير حق هذا من أعظم الجرائم،
بل قد يكون هو من أول جرائم بني آدم حينما قتل قابيل أخاه هابيل وهابيل أخاه قابيل. ورجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لا أدري يعني فعلا لو أن المؤمن استحضر هذه العقوبات وهذا التهديد العظيم كيف يقدم يعني جهنم وغضب من الله ولعن من الله. يعني ما لا أدري كيف يطيق العبد إذا كان عنده إيمان وعنده يقين وخوف من الله عز وجل وصدق بوعيد الله عز وجل وتحققه إذا لم يتب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والإنسان يرجى أن يغفر الله له ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب يعني لأن أعظم يعني الحقوق حق الناس هو الدماء. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فقتل النفس من 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 أعظم المبيقات والمهلكات. والله عز وجل يقول في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولاحظ أنه حتى هنا قرن القتل بالشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن أعظم الذنوب وشدها وأكبرها وأعظم ما يخشى على صاحبها هو قتل النفس. ولهذا بعض قد يكون بعض الناس يدركه عصبية ويدركه نوع من الحمق ويدركه نوع من فيقدم على سفك الدم نسأل الله السلامة. فقتل النفس من أعظم الذنوب. وحينما يعني يبتل الإنسان فيقدم لا شك أنه يعني قد لا يكون على حالة سوية. لأن يعني قتل النفس وإزهاق النفس شيء عظيم. وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أمام الكعبة إنك قال ولكن حرمة المؤمن أعظم منك وكما قال صلى الله عليه وسلم. على مقام الكعبة وعلى مقام شعائر الله عز وجل لكن المؤمن أعظم. وما ذلك لأن أيضا النفس البشرية عند الله عزيزة وعظيمة. ولا والله عز وجل يعني لا يغفر لمن يعني أقدم على مثل هذا ثم لم يتب. يعني تكتب مثل الشرك. فالأمر خطير جدا. وإلا من تاب كما قال الله إلا من تاب. ولكن ومع هذا يبقى حق المقتول. لأن القتل قتل النفس فيها ثلاث حقوق. حق المقتول بالأربعة: حق الله وحق المقتول وحق الورثة. حق الثلاثة: حق الله وحق المقتول وحق الورثة. حق المقتول هذا يستوفيه يوم القيامة. يستوفيه يوم القيامة. ولو تاب صاحبه. لأنه إذا تاب من حق الله. ولذا حقوق الآدميين محترمة جدا. لو تبت
يتوب الله عليكم عن حقه، لكن حق الإنسان يستوي بالقيامة إلا أن يرضي الله صاحب الحق. وحق الورثة أهل الدم الأولياء هذا حقهم إما بالقصاص وإما بالدية أو يعفون أكل حل، لكن هذا حقهم. وحق رابع وهو الكفارة، كفارة القتل، الكفارة مع التوبة، ما يدل على 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 عظم الحق. فلاحظ الحق، حق الله، حق العبد، حق الأولياء مع الكفارة. والكفارة كما يعني إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وليس في إطعام. كفارة القتل ليس في إطعام، الإطعام في الجماع في نهر رمضان أو في الظهار، أما قتل الناس ليس فيها إطعام، فيها يا إما عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. توبة من الله وكان الله عليم حكيم، هذا إذا قتل من خطأ، مما يدل على عظم الأمر وشدته. وكل هذا حقوق مطلوبة ولا بد منها مع التوبة، هذه كلها تستوفى من القاتل ومع التوبة، يعني بمعنى هذه لا تغني عن التوبة، لا تغني عن التوبة. والتوبة كما مر معنا هي الإقلاع والندم والعزم على لا يعود إلى آخره، وأيضا إرجاع الحقوق إلى أهلها. قال أشرك بالله وقتل نفسي وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أعظم المنكرات ومن أكبر الكبائر، ولهذا قرنه الله عز وجل بالشرك، الشرك وعقوق الوالدين. وفي المقابل قرن حق الله بحق الوالدين بحقه، يعني الشرك هو تجاوز حق الله، العقوق تجاوز حقوق الوالدين. حق الله من عبادته مقابل حق الوالدين في برهم، ولهذا قرنهما أيضا فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك، فقرن حقهما بحقه. وأحسب أن هذا من أعظم الدلائل على عظم حق الوالدين، أن يقرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى. معظم أن أعظم الحقوق حق الله عز وجل في عبادته والإخلاص له وعدم الشرك به، قرن ذلك بحق الوالدين من حيث برهما وإحسانهما وعدم حقوقهما. فالتقصير في حق الله شرك وما دونه، والتقصير في حق الوالدين العقوق. حق الله عبادته، حق الوالدين برهما وإحسان إليهما، وكلاهما مقرون مع بعض. وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا، فقرن حقهما بحقه. وقال في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، أيضا هنا قرن حقهما بحقه. وفي سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. وحق الوالدين يا إخواني عجيب، و آية الإسراء فيها يعني دقائق من حيث التنبيه على عظم حقهما. فقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسن بالوالدين إحسانا. والإحسان قد لا يتنبه المسلم لتعبير الإحسان في الكتاب والسنة. دائم إحسان ليبلوكم أيكم أحسن، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يا أخواني هو بلوغ الغاية في الفضل، هذا الإحسان. أحسن يعني قدم أفضل ما يستطيع، ولهذا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر، لاحظ، ولا أحسن يعني أجود، فالمنظور إليه جودة العمل وإحسانه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فدائما يعني تأملوا يعني هذه اللفظة كلما وردت في الكتاب والسنة، ولهذا لا تكاد يأتي إلا أحسن وأحسن وإحسان محسنون. وهنا قال وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إحسانا. فالإحسان هو بذل الجهد في بلوغ الجودة، أو أفضل ما يمكن تقديمه، أفضل ما يمكن تقديمه. فأنت فلكي تكون بارا عليك أن تبذل قصارى جهدك لتقدم لوالديك أجود ما تستطيع وأفضل ما تستطيع حسب ما أعطاك الله عز وجل من أنواع المواهب الربانية، من مال أو قوة أو خلق أو خدمة ذاتية أو داخل. فقال سبحانه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه دقائق عجيبة وتفاصيل وإشارات عميقة جدا في النظر في حقوق الوالدين، تنبيهات من أدق التنبيهات، وهي التنبيه أو 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 يعني الوقوف عند حالة الكبر في الوالدين، لأنها هي الحالة التي يتجسد فيها البر ويتجسد فيها الإحسان. بمعنى أن أمك وأباك حينما يكونان قويين وشديدين وعندهم القدرة التامة على خدمة نفسيهما غالبا ما يظهر البر فيهما، والغالب أن حالة قوتهما وشدتهما تكون هي حالة ضعف الأولاد، بمعنى أن الأولاد لا زالوا صغارا ولا زالوا في طور النشوء والتكوين والنضج حتى 16 و17 إلى حد ما، لا يزال يعني ما نضج الشاب ولا يعني صار بكامل نضجه وكامل إدراكه إلى آخره، والأب في قمة عطائه وقمة نشاطه والأم كذلك. ومعلوم أنه بقدر ما يقوى الابن يضعف الأب كما هو معروف، ولهذا ما تظهر الحاجة ولا يظهر البر إلا حينما يبدأ الضعف في الوالدين، وإن كان حقهما دائما باعتبارهما أبوي وأب وأم، لا باعتبارهما كبيرين وصغيرين، لا، ما دام أنه أب فله حق وما دام أم فلا حق بغض النظر قوية وضعيفة.
لكن الله عز وجل يعني نبه الابن والبنت إلى حال كبر والديهما، فقال إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما. يعني أحيانا قد يكون الأب نشيط والأم ضعيفة، أو بالعكس قد يكون كبير والأم صغيرة، وقد يكون جميعا كلهما كبيرين، إما يبلغن أحدهما أو كلاهما. لأن يعني لا شك أنه أحيانا في تفاوت في السن بين الأب والأم، سواء هذا أكبر أو أصغر، أو هذا أصغر أو هذا أكبر، فقد يكون فمن كان أضعف كان أشد حاجة، وكان البر والإحسان فيه أظهر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. من لطائف تنبيهات العلماء قالوا لو أن هناك شيئا أقل من أف لقاله القرآن، لنهى عنه القرآن. لو كان شيئا ينهى عنه أقل من أف لا تبه القرآن. أقل شيء يعني فعلا ممكن أن 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 أن, أن, أن يعني تتجاوز فيه على أبيك هو أف، بمعنى التأفف وإظهار التبرم، لا تقل أوف. طبعا لا يظهر منك أي حركة فيها نوع تبرم أو نوع ملل، وخاصة كما قلنا في حال الكبر، لأن حال الكبر هي حال الحاجة، والحاجة المستمرة. لأن الكبير ضعيف يعني ليس شيئا طارئا مرض ويشفى، لا، الكبر حرام. ما دام أن ضعفه بسبب الكبر يعني أنه مستمر، الكبر ما يرجع. والشيء إذا صار دائم، إذا كان دائما فعلا يتبين مدى العطاء فيه، يعني لأنه لو كان يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة ويتحمل، لكن قد يعيش معك أبوه 30 سنة وهو بحاجة إليك، قد يكون من عمر 60 إلى 90. ولهذا لا يتجلى بر البررة وبر الأبناء البرة والبنات البرات لا يتجلى إلا 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 مع طول الحاجة. أما يوم أو يومين أو تقدم مرة أو مرتين أو هذا طيب، لكن ما هو لا يدل على البر. يروى أن رجل كان يحمل أمه على ظهره يطوف بها، يحمل أمه على ظهره يطوف بها، وكان يطوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فسأل ابن عمر أو كأنه يعني نوع ما أعجب بعمله، فقال يا ابن عمر أو يا عبد الرحمن، هل ترى أني أديت حقها؟ ما دام شيء على ظهري يطوف بها ما في أعظم من هذا. قال لا، ولا زفرة من زفراتها عند الولادة، ولكنك محسن ويثيب الله محسن. ما لا يجازى ما حق. لماذا لا يجازى؟ لأن والديك قدما لك وأنت ضعيف طبعا، لكن قدما لك وهما بشوشان، وقدم بخدمة وينظران لك بإعجاب بحركاتك بكلماتك بحبوك، بل حتى يزيل عنك الأذى، يستمتعان الغائط والبول مستمتعان. أما أنت لا تفعل هذا، لكن بنوع ليس كما يفعل أمك وأبوك وأبوك صغير أبدا، ولا يقابل أصلا. تصوروا يعني حتى تشوفوا المقارنة، كل الآباء وكل الأمهات حينما يكونوا في مجامع الأسر والأصدقاء، كيف ينقلون حركات أطفالهم وكلماتهم ويستملحونها ويستمتعون بها ويستملحونها
يعني بينما هي قد تكون ثقيلة وحتى بالتعبير العام يمكن بايخة، لكن عند الأب والأم ولا ألطف منها، وينقلونها في مجتمع الأسرة والأصدقاء وفي كلماتهم، وخاصة الطفل كما تعرفون الكلمات غير معبرة وغير مستقيمة وفيها لغثاء لثغات وفيها أشياء تستمتع وتستملح، فيقولها وينقلها يستمتع بها مبسوط. بينما الأخوان قد يكون فعلا تستملح وقد تكون ثقيلة لكن يجاملك الناس، بينما حركات الكبار السن غير مستساغة. ففرق بين هذا وبين هذا حتى تعرف الفرق. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهم أف، مجرد أف، فما بالك بالتبرم ولا رفع الصوت ولا نفض اليدين ولا التصدد عن 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 خدمتهما، هذا غاية العقوق. ولهذا العاق لا يدخل الجنة عاق، نسأل الله السلامة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا ترفع صوتك عليهما في أي مخاطبة وأي نوع، ما اجتهد ما يعني مهما كان الجو مثيرا أو مستفزا لا تنهرهما. النهر هو رفع الصوت في قافية أخرى، وأما السائل فلا تنهر، يعني لا ترفع الصوت عليه. فالنهر هو إصدار الصوت الدال على الغضب والدال على يعني الضجر من ما صدر من أمك وأبيك. ثم قال وقل لهما قولا كريما، أو حتى القرآن أحيانا يذكر الشيء ولا يذكر مقابله، لأنه يدل عليه وعلى مقابله. فلما قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني يفهم منه أنه قل لهما قولا كريما، لكن صرح وقل لهما قولا كريما، مثل قول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال ولا تعاونوا على الإثم. بينما لو لم يقل ولا تعاونوا، معلوم أن قوله تعاون على البر والتقوى يعني لا تتعاونوا على الإثم والعدوان، لكنه صرح بها لأهميته. مثل قول أيضا واعتصموا بحبل الله، قال جميعا ولا تفرقوا، بينما لو قال اعتصموا كافية، لكن أكد بذكر المقابل جميعا ولا تفرقوا. وهنا قال والآن فلا تقل لهم أف ولا تنهوا وقل لهما قولا كريما. الكريم وهذا يعني من بلاغة اللغة العربية ويعني سعتها، الكريم من كل شيء أحسنه. ولهذا جاء أوصاف كثير كريم، قرآن كريم، أجر كريم، قول كريم، ما شئتم، رزق كريم، يوصف بالكريم الحسن من كل شيء، أو الأجود من كل شيء. ولهذا خلق كريم ورجل كريم، ليس الكريم فقط أنه جزل في ما يدفع، لا، كريم بمعنى أنه مستجمع للصفات الجيدة في كل تصرفاته، فهو كريم بمعنى أنه عنده من النبل، وعنده من النبل في الألفاظ والنبل في التصرفات والنبل في الإنفاق، في كل سلوكياته نبيل كريم. وهي قرآن كريم، أجر كريم، زك كريم، وكثير في القرآن تجدونها، يعني تتأملوها وصف بها أشياء كثيرة. وربنا كريم سبحانه وتعالى، فهنا قال قولا كريما بمعنى أجود أنواع القول، سواء من الألفاظ
سواء الصوت سواء بال 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 كل ما يحتاجه القول من الصفات الكريمة في اللفظ في اللحظ في الارتفاع في الانخفاض في قول كريم، فهي كلمة جامعة جامعة لنوع القول. إذن ولهذا يعني فعلا من أكثر ما يتجلى فيه البر هو الخطاب مع الوالدين، أكثر ما يتجلى البر الخطاب، لأن 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 لأن, لأن عيشك مع أمك وأبيك هو كله خطاب. فحينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتكون حاكما للسانك وحاكما لكلماتك وحاكما لكيف تتحدث مع أمك وأبيك، هذا هنا يتجلى غاية البر، لأن أكثر ما يدور الكلام، نعم الإنفاق طيب والخدمة طيبة والجيد، لكن الكلام هو الذي دائم، وأنت جالس وأنت قائم وأنت داخل المنزل خارج المنزل مصطحبهما في سفر في حضر في نزهة في أي الذي يعني يعني يفشو في 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 الأجواء بين الوالدين والأولاد هو الكلام. فمن أعانه الله سبحانه وتعالى وفقه فأحكم ألفاظه وأحكم لسانه، هذا غاية الحكمة وغاية الكرم وغاية النبل وغاية التوفيق. قال قل لهما قولا كريما في خطابهما في الحديث معهما في التحدث إليهما في الطلب منهما في أي شيء، كل ما كان وسيله ما كان وسيلته اللفظ فينبغي أن يكون كريما. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا أبلغ من هذا التعبير ولا أبلغ من هذا التوجيه. يعني ينبغي أن تخضع وأن تخفض أمام والديك غاية الخضوع، واخفض جناح الذل، كان يقول كن ذليلا بين يديهما. ولهذا إذا وفق الله الابن أو البنت واستشعر فعلا أن يكون بين يدي والديه ذليلا وخافضا وخاضعا في طرفه في صوته في سلوكه في تحركاته، وهذا يأتي بالتدريب، هذا يأتي بالتدريب، أن تكون فعلا على غاية من الهدوء، على غاية من التخضع لوالديك. وأحب أن أقول يعني شيء آخر، هو أنه أحيانا نعم قد يكون الأب غليظ أو حتى الأم، هذا لا يسوغ أن تكون غليظا أو أن لا تكون ذليلا أبدا، بل على هذا هو الذي يتجلى فيه البر. لأن إذا كان الأب شكورا وهذا لا شك ينبغي أن يكون كذلك، وكان يعني معترفا بالجميل، هذا يسهل ويشجع على يعين الأب على أبنائه على بره، وهذا جيد وهذا مطلوب أيضا. نقول للآباء عليكم أن تعينوا أبنائكم على بركم، لكن أحيانا قد يكون الأب غليظ حار طبعا غضوب، وهذا موجود، أو الأم كذلك، أو أيضا قد يكون ظروف خاصة للأب، قد يكون مرض أو نحو ذلك، أو عليه طبعا مشاكل ديون، عليه قضايا يعني مشاكل من جيران، مشاكل من أصدقاء، مشاكل من أقارب، عنده مشكلات مالية، مشكلات خصومات، فتجعله ضيق. هذا كل هذه لا لا لا, 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 لا يعني ليست مسوغا للابن ألا يخضع، حتى ولو رفع الأب صوته أو غلظ عليك القول، لا أبدا، حقه أن تقدم الذي عليك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني
يعني من عجيب الاتيان بلفظ الرحمة. يعني من الرحمة قد يكون بسبب الرحمة، لأن الأب والأم في هذه الحالة يستحقون الرحمة، قد كبرا وقد ضعفا وأديا ما عليهما وبقي الذي لهما ودب فيهما العجز ودب فيهما فعلا بدت الحاجة لأن يخدم، وهذه هي معطى الرحمة. ولهذا قال بعدها وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لاحظ في الأول قال هما بلغ الكبر، معنى أنه لما بلغ الكبر يعني بدأ فيه العجز وبدأ فيه الضعف، بينما أول كان شديدا وكان قويا وكان يخدم نفسه وكان يخدمكم أيضا، لكن الآن بدأ الكبر يعني العجز. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالوالدان قد دخلا مرحلة الضعف والشيبة الكبر، فقال كبر وقال هنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبدا يا أخي، فعلا كلما شعرت بنوع من يعني الضجر الداخلي نحو بر والديك وأدي حقوقهما تذكر حال الصغر كما ربياني صغيرة، لأنك كنت في حال صغر كنت في حال عجز، عجز بدني، عجز مالي، عجز إدراكي، عجز كم يعني فعلا كم يعني الأب والأم يبذلان، بل فقط ليس يبذلان بل يراقبان أولادهما وهم يكبرون وينمون ويعني ويؤملون فيهم ويتطلعون لمستقبل فعلا، بحيث الأبناء يكون آباءهم إذا كبروا أمهاتهم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن في حال الصغر كنت أنت في حال العجز. ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه قد يعني تكون في حال التقصير، أو قد يتوفى الأب أو الأم وأنت بالفعل يعني قد ما أديت الحق على وجهه وعلى كماله، أو يعني الإنسان أحيانا يا إخواني يعني في حال حياة والديه يقدم ما يقدم إلى حد ما، لكن قد لا يعرف تقصيره إلا حينما يفقدهما، ولا يعرف حقيقة فضلهما إلا حين يفقدهما، وأحيانا أيضا قد لا يعي مدى حقهما إلا بعدما يفقدهما. فالله عز وجل رحمنا وقال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني تشعر بنوع من الندم، تشعر بنوع من التقصير، لا شك أنك بعد وفاتهما سوف تزيد من برهما الصدقة والصلاة والدعاء لهما وصلة الرحم إلى آخره، فهذا خير كثير، لكن كان ينبغي أن يكون الأكثر في حال حياتهما. لكن ومع هذا قال الله عز وجل إن تكونوا صالحين، إذا بدأ الصلاح ورجعت وندم الله عز وجل يعفو ويسامح. أوابين يعني الرجعين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. المقصود أن هذا فيما يتعلق بحق الوالدين، يعني فيما يتعلق ببرهما
بقي الذي هنا العقوق، نسأل الله السلامة، العقوق اللي هو الإيذاء. إذا كان البر، إذا كان يعني كما قلنا الإحسان هو أجود شيء، أن تقدم أجود ما تستطيع، وقد لا يكون أكثر. أجود، الله علم منك أنك قدمت أجود ما تستطيع، أحسن، أحسن ما تستطيع، ولو كنت فقيرا ولو كنت ضعيفا لكنك فعلا اجتهدت وقدمت أفضل ما تستطيع، هذا البر. مقابل صلى الله عليه وسلم العقوق، العقوق هو تقديم كل ما يؤذي، كل ما يؤذي الوالدين فهو عقوق، أو يجرح المشاعر بلفظ سيء، بتبرم، بتعبيس الوجه، بالصدود، بالعصيان، بالتمرد، برفع الصوت، بناهيك صلى الله عليه وسلم إذا كان سب واللعن والشتم، أعوذ بالله، كل هذا عقوق. فكل يعني أنواع الأذى أن تلحقه بوالديك أو أحدهما فهو عقوق، ولا شك أنه متدرج، أشك شدهما صلى الله عليه وسلم إذا كان سب ولا يعني، وقد يقول صلى الله عليه وسلم شتم وضرب، أعوذ بالله، حتى تدرك أنواع الأذى اللي يلحق بالوالدين. وينبغي أن يكون عندك حساسية في هذا الموضوع حينما يكون معك أولادك وزوجتك، أولادك وزوجتك، فشعور الوالدين بأنك تقدم الزوجة وأنك تقدمها على حقهما، هذا في أذى كبير. وإن كان قد يكون الأباء لا يقول شيئا والأم لا تقول شيئا أحيانا، لكن عليك أن تكون يعني حساسا. طبعا لا شك الزوجة لها حق، ومعاذ الله أن الإنسان يعني يظلم زوجته أو يقصر في حقه، لا، لكن لا يكون أيضا على حساب حق الوالدين أو يشعر والداك أنك يعني فعلا تفضلها، وأنك هذا احيانا قد لا يقول، مقصودي ان احيانا الوالدين لا يقول شيء لكن يشعران بالاذى، هذا نوع من الاذى، نوع اذى. فاذا كان نوع اذى كان هو نوع عقوق. فعلى الوالدين والاولاد والبنات ان يكونوا على درجه من الحساسيه في حق والديهما، أن يجتهد في تلمس مشاعرهما وملاحظة مشاعرهما والحفاظ على مشاعرهما، لأن العقوق شأنه عظيم وحق الوالدين عظيم. ولهذا كان العقوق مقرون بالشرك، العقوق مقرون بالشرك، الشرك هو التقصير في حق الله، العقوق التقصير بحق الوالدين، كمان العبادة حق الله والبر حق الوالدين، فهما مقرونان. ولهذا ابن عباس يقول ثلاثة مقرونة بثلاثة، ثلاثة مقرونة بثلاثة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي ومن الزكاة لم يقبل، أن يشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والده لم يقبل، ولم يشكر والديه لم يقبل. فثلاثة مقرونة بثلاثة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشكروا لي ولوالديك. فهنا العقوق مقرون بالشرك بالله عز وجل، فعليك أن تلاحظ حق والديك طبعا بقدر ما أعطاك الله عز وجل، إن كنت ذا مال فأنفق عليهما، وإن كنت ذا مكانة أو منصب أو جاه أو
أو أي 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 شيء يعني خصك الله به. ولا شك طبعا هذا كله جيد، ولكن من أهمه كما قلنا الكلام والأدب والخضوع الجناح وخضوع جناح الذل والتأدب يعني إشعارهم بحقهم وإشعارهم فعلا بأنك بين أيديهم قدر ما تستطيع. ولا شك طبعا يعني الوالدين في هذا يعني يدركان ويعرفان ويعذران أيضا في 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 بأنواع يعني الأشياء التي لا تملكها أو لا تستطيع أن تقدمها، أو أيضا إذا كنت مشغول انشغالا حقيقيا يقدرونه طبعا في أعمالك، لكن مهما كان يبقى حقهما يجب أن يكون محفوظا وأن يكون أيضا مقدرا بحيث أنك تلاحظ هذه الأمور كلها. ونكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله يكون الكلام على شهادة الزور، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.